خير. عزيز الرجال، إذا عصبت منك مرة وبقيت ساكتة، تأكد إنه هالشي منه دليل على ضعفها، بالعكس، لأنها بتكون عم تتناقش مع إبليس على خطة تقضي عليك، وإبليس بيكون عم بيحاول يهديها. وتصديقاً على كلامي، في وحدة زعلت من زوجها وقررت تنتقم منه، فراحت عند إبليس لتستشيره. عطاها إبليس خطة جهنمية، بس ما عجبتها، قامت هي اقترحت عليه خطة لتنتقم من جوزها. وبس مع صرخ إبليس: خيفي الله يا مرة، خيفي الله، بيضل الزلمة جوزك وبي ولادك، وهرب على جهنم الحمراء. ايه إبليس هرب على جهنم الحمراء. أهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. خلينا نستقبل سوا بزقفة كتير كبيرة الكوميكازيين فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، وريمو صليبا. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. والله عليك، اسم الله عليك، ما بيجي وايده فاضي ابدا ريمون. هابي فالنتاين ابدا داي. ايدك مش فاضي، دايما بتجي وحامل شيء بايدك يا ريمون. حامل قلبه على ايده. صح، قلبه اكبر من قلبه. كبير. قلبه كبير. يعني رين مش بس قلبه. كل شيء حامل ايدي. قول قول. شد حالك، قول قول يا بيي. قول رن ب ب قول قول قول. خلصت منك. قول يلا خليني اعيش اللحظه. قول قول رن. يعني انا بمناسبه عيد العشاء. ولك قول خلصنا. قول. انا قررت الليله قدام كل الناس اعترف لك ولهم بالحقيقه يلي حاسس فيها وحاسسها بقلبي وحاسسها بقلبي. قول قول قول. حاسسها بقلبي وبدي ما حدا يهديني. ما حدا يهديني، اتركوني. ريمون عمهلك عمهلك عمهلك، ما تتهور، انت زلمه مشوز. روق شوي. نعم. قل لي شو عم شو بدك؟ شو بدك؟ ما تحكيني كلمه عشان خي روحنا روحنا تبشرنا شي نص ساعه. ايوه يلا. ايوه ايوه انطقها. انا 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 ب ب ولك ايه؟ أنا ب ب ب ولك قول ولك ولك يلا. أنا ب مجوز. حب فادي خلص. حب بتحبني أنا؟ خلص خلص. بتحبني أنا؟ راسك لبوسه. الله عليك. أهلا. وقلبك هيدا قلبه. ها بدي افطر اثنين. حلو. ها راسك لبوسه. راسك لبوسه. قلبه ابيض من جوا. هيدا قلبي. هيدا قلبه ابيض من جوا. أنطوانيت، نحن بعيد الحب، شو بتتذكري؟ يا ريت بتخبرينا شيء صار معك. بتذكر عن اول فالنتاين مرق علي، كنت مغرومه. أوكي. وكان هو يستحي كثير وانا كنت استحي كثير. كنتي بطلتي؟ ايه مش مبين علي. فكان يستحي كثير وانا كنت استحي كثير. كتبت له شعر. أوف. كتبت له: قلبك ربط قلبي باحلى رباط، حسبني بسيني ما نحن بشباط. ايوه ايوه ايوه. حلوة حلوة منك. حلوة كثير. وشو قلت بس قلتي له اياها؟ لا ما قلت له اياها، ما قلت لي كنت استحي كثير. خلينا نحكي جد هلا، بدنا نعيد كل اللبنانيين، بدنا نعيد كل اصحابنا واحبابنا، وبدنا نعيدكم يا جماعه. ان شاء الله هالعيد يكون لك كيف كل عم تطلع علي، يكون خير وبركه وحب وسعاده وبحبوحه وبحبوحه. اهم شيء بحبوحه. بزمن في ناس كاميكازية عم بتفجر حالها لتزرع الموت والرعب، نحن منوعدكم نضل كوميكازية ونحاول نعمل المستحيل لنضحككم. فادي، مين الكوميكازيين معك الليلة؟ بفرقة اليوم عنا كوميكازيين غير شكل. أول شيء الحلوة والمهضومة دولي الحلو. وفي معي كمان جهاد اسطنبولي. أهلا 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 أهلا. أنطوانيت وريمو، مين الكوميكاز الثالث معكم؟ قول يا ريمو.
توني كايرو. هيا توني. هابي فالنتاين توني. اهلا وسهلا فيكم. قبل ما قلكم تفضلوا على محلاتكم، بما انه نحن باجواء الحب والحب يعني المسامحه، بدي اطلب منكم تحبوا بعضكم كثير وتعبروا عن هالشي برقصه رومانسيه قصيره. تفضلوا. يلا ريمو، بدك ترقص انطوانيت. تفضلوا تفضلوا. ليلى بعيد الحب في تحدي بالزجل، تفضلوا. اوف 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 اوف. فلشتوا راقي بعيد الحب، اسمك ما لقيته مأيد. لا في سبل ولا في حب ولا في عيد ولا معيد. لا في سبل ولا في حب ولا في عيد ولا معيد. اوف اوف اوف. أيوة. بعمري ما بندم يا شريك، فلت لو ماشي ويلا. بس اللي محيرني فيك شو استحلو بيت رزق الله. بادي 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 عتزم علي، ما تزمت حدا. انا اوف اوف اوف. انا رح رد عليك. وينك يا ابو نص لسان؟ نص لسان مخلع مخلع مثل الكماشي، وقالب يفهم بالنسوان، يا حرق عرسه شو غاشي. يا حرق عرسه شو غاشي. ولك اوف 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 اوف. لك هيدا الطرب الاصيل. ايوه شباط. شباط وعيد وحب وبرد، شوف بخد الغمايزي الغمايزي. ولي عمي ما جبتوا ورد، جيبوا بقت خبايزي. جيبوا بقت خبايزي. شو بنا يا جماعة، مبلشين خناق؟ هات لشوف. يلا قول. لك اوف 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 اوف. برا خناق وهون خناق، يا جماعة بكفي كفي. صاير بعيد العشاق مثل الأطرش بالزفة. وصاير بعيد العشاق مثل الأطرش بالزفة. أوف 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 أوف. راسك لبوسو وراسك لبوسو. أيوة. بدي أطلع من كبتي، هالعيد بينبت نبتي. أيوة. يا دلي بسق شعرين، ضيع حدي من سبتي. ضيع حدي من سبتي. اوف اوف اوف. ريمو. فادي ستايل يا ريمو. بحبك يا ريمو كتير. وحبك بقلبي عبادي. عادية عادية عادية. من عادي من عادي من عادي. بحبك. بحبك يا ريمون كتير، حبك بقلبي عبادي. دي 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 دي.
وانت رشا حبك لولا كنت كبير مثل البابا وزيادة. ما بيمشي ما مثل بيك مثل خالتك مثل عمتك مثل جارتكم ما منها بتحبني. لا ما بحبك ما بحبك ما بحبك. لا لحظة بموت فيك ولك يا راسك لبوسه راسك لبوسه. بعد البريك رح نشوف سام يلي قدر يقنع صبية تروح لعنده على البيت بليلة عيد العشاء. وشو صبية غير شكل وكتير سكسية، بس المشكلة شو هي؟ انطرونا بعد البريك لنضحك على مشكلة هالصبية. بريك وراجعين. عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا. أحب اللي من عمري ولك جمالك ولك جمالك جمالك حياتي. هيدي احلى سهره عيد عشاء بقضيها بحياتي. الله خليك سام، انت هدية نزلت لعلي. حبيبتي انت حبيبتي. ولك ما هيدي اول مره انا اصلي اقول اول عيد فالنتين بقضي مع حدا. احلى عيد فالنتين بقضيه بحياتي. ولك ما هيدا اسمه عيد العشاء. العشاء هيدا عيد العشاء. بس انا زعلان، انا زعلان كثير. ليه؟ قهرني هذا الويتر، كيف بتسمحي له يحكيكي بهالطريقه؟ لك يا عم شو بدك فيه هيدا؟ هيدا غيران، رح يفقع قلبه، كيف انا ضهره معك لعلك؟ ولك انا اللي رح يفقع، ولك اذا حدا رح يفقع هو انا. شو عم تعمل؟ شو مهضوم يا هالساعة؟ شفتي؟ شو كيوت؟ كيوت ولك انت دخلي كيوتك انت. بس سام، في يفوت على التواليت؟ مش احسن لو بتفوت على اوضة النوم؟ يا ويلي حلو انا هيك بلاقيها بلاقيها دغري انا بلاقيها دغري. تاكسي سايق وين تواليت؟ التواليت بتروحي دغري دغري على اليمين على الشمال على اليمين على الشمال على اليمين على الشمال على اليمين على الشمال. خلص يا زعيم على شمالك. اوكي دي عم برجع. ليك انت فيكي تعملي وين ما بدك ساعات اللي بدك وكيف. دخيلك انا دخله انا دخله. ولك انا صدقت وحده مثلها تظهر معي يخرب بيتي بيشبه الجردون اللي طالع من البلوعه. شو بدها فيي؟ شو بدها فيي؟ اخ والله اوقات الله بيعملن عيونن. لك هالبيت لك هالبيت لك التعتير هذا بيت هذا مجزره. روق يا عمي روق طولي بالك. يلا يلا هلا بس تجي شو رح اعمل فيها؟ اول شيء لازم وضروري اقعدها هون هيك. لا مش هيك مضبوطه. لا بقعدها هيك بنام هيك وبالله تعي تعي هيك احسن شيء. هيدي هيدا 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 هيك هيدا هيك هلا عم تعمل رياضة؟ رياضة ايه رياضة. يا اهلا وسهلا فيك يا اهلا. انا زيد. يا اهلا اهلا اهلا. انا زيد. لحظة لحظة سام، قبل ما تعمل شيء في شيء ضروري تعرفه قبل ما يصير شيء بيناتنا. مصاحبة ما هيك؟ انا قلت انك مصاحبة يا خي. انا وصغير انا حظي عاطل. انا ولد حظي عاطل. يا عمي روح شو قصتك دغري بلشت تنعي؟ لا ماني مصاحبة، بس انا عندي مشكلة صغيرة لازم تعرفها. ما بهم لك كل مشكلة والا الف حلال. قولي الا هالمشكلة. قولي. انا ما فيني. شو ما فيني؟ ما فيني. شو اللي ما فيني؟ ما فيني. ما فيني شو ما فيني؟ ما انا عندي. شو؟ ايه عندي. شو عندي؟ ولك عندي. عندي لك لك لوين رح تفكيره؟ ها انا عندي مشكلة صغيرة. انا
أنا ما فيني لأنه أنا عندي أمي يا عم لا تدخلي شراك أمي دخيلي أمي أمي دلي دلي حبيبتي دلي دلي أمي يا عم أمي دخلي شراك يا دلي أمي يا عم عملتها لا يا عم ما عملت شيء عملتها ما عملت شيء ولك أنا عملتها أنت عملت شو؟ اغفيت اغفيتي يا الله شفت قلت لك انه انا عندي مشكلة صغيرة قلت لك من الاول انا عندي مرض 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 دخل جرايتك روح الله يخليك مرض ولك روح ما بيعدي ما بيعدي انا عندي مرض اسمه ناركوليبسي هيدا عبارة عن انه انا اذا توترت او حسيت هيك بمشاعر حلوة تجاه شخص دغري دغري بغفى شو هذا؟ بغفى إذا حسيتي يعني شو اسمه بتخفي؟ يعني أنا بوعى وأنت بتخفي؟ طب هذا ما بتاخدي له شيء ما له دواء؟ له دواء بس من حظي نسيت اليوم آخده الله يخرب ذوقك فكرت معك سيدا لك الله ياخدك من وين بتجيب السيدا إذا بضل غافية؟ والله ما بعرف أنا كتير زعلانة زعلانة كتير مقهورة أنا كتير كنت حب لك انا اللي حابب انت اللي حابه انا اللي حابب لكن لو بدي يكون معك مش هذا شو سالتي اسمه ناركوليبسي ناركوليبسي ناركو شلحي ما فرقني معي ما فرقني معي الليله ليلتك باذني اذا بتريدي خلينا نكفي وين كنا وين كنا صرنا تعتير علي امي يا مر يا دلي يا عمي امي دخيل دلي امي يا عمي دخيل ايش رايك يا تعتير يا دلي دلي اسمع يا دلي ما بصير هيدا الشغل شو نامي اطرحي دلي يا عيني تسلمي لي يا قلبي يا طحالي امي يا دلي ما بصير هيدا الشغل يا دلي لك يا دلي ما دول عملتها مره ثانيه عملتها مرة تانية بتصدق؟ أنا كتير خجلانة من حالي ومستحية بتصدق عن جد خجلانة منك صرت خلص بلاها بلا ما نعمل شي الليلة لا مش بلاها ضروري نعمل شي أنا ما صدقت أنه لقيت حب حياتي هيك بدي روح اللحظة الحلوة أنا عندي فكرة شو هي قولي؟ إيه عندي فكرة بتجيني أفكار أوقات شو رأيك أنه لما تقرب لتبوسني بغمض عيوني أنا ولما بغمض عيوني ما بشوفك ما بتوتر ما بخفى فكرة بتجنن اوكي غمضي عيونك للي رح غمض جاهز غمضي روقي وين راح ده يا تعتير لا يا دلي يا دلي يا تعتير يا دلي قومي يا عيني قومي يا تسلمي لي قومي يا دلي قومي يا عيني رجع تنامي لي يا دلي قومي دخيل اجراكي تعال ايه عليك لا طولي بالك طولي لا ما بصير هذا الشغل ما بصير ولك اجري امي دولي امي يا عيني دولي دخيلك اخ يا ظهري ما دلي رجعت عملتها عميك عميك ليه عملتي يا بتصدي انا كتير زعلاني ومقهورة وما رح لحي هاي اللحظة ما رح تروح على الفاضي يا عمي بلا ما نعمل شيء نقبر الليلة خلص لا رح نعمل ليك انا عندي فكرة تانية قولي يا عيني شو رأيك؟ نحط موسيقى كلاسيكية ايه بنحط موسيقى لحظة لحظة لا لا الموسيقى الكلاسيكية بيقولوا انه هيك بتنعس بنشرب كبيتين ينسون نشرب كبيتين لا 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 لحظة تذكرت ينسون بيرخي الأعصاب ما بيزبط بنعمل يوغا ولك بنعمل يوغا لا 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 ولك وين راكد تذكرت اليوغا ممكن تاخدنا هيك لعالم تاني ما بدي يوغا أولي. ما بدي لك شو غبية شو الحل موجود شو الحل ليه مش منتبهت له قولي فوت لجوا ايوه بعمل دوش مي مسقعة مبوزة متلجة ساعتها بيجي منشطة مصحصحة ولك انا بموت بالتلج عن جد بحب اعمل سكي على التلج طب انا رح فوت تلج واجي روحي تلجي وناطري انطرني الله خير ناطرك ما تأخري لك انا حظي عاطل لك انا حظي بيفلق السما قلت لكم إيه لا صار بدأ نتفة ويسكي خلينا نصحصح هيدي بدها قنينه هيدي بدها مصنع
ايه شو الوضع؟ شو اللي الله فرجي هلا فرجي هلا نشوف نيكو بالكسي ونيكو براكسي هلا فرنا معنا شو خلصتي؟ أنا جيت يلا خلصتي؟ أنا جيت وجاهزة جاهزة خلص بسمع سامعة بالقرود السود؟ سامعة سامعة بالأحصنة؟ سامعة سامعة بطرزان؟ سامعة أنا شيتا شيتا؟ مش مشكل عادي لأني حياتي أنا جاهزة وجاية وحاضرة وما رح أخفى عيا غفى يا بطيخ وعيت لك وعي وعيت لك وعي وناطرة لبول رؤلة رؤلة شو حاضرة؟ حاضرة حاضرة؟ ولك حاضرة سام سام حتى لو غفي رح بوصه غص من عدنه هاخدها ونطير نعلي مطرح على جن ولا انس بس عيد العشاء منه بس للشباب انما كمان للمسنين والختياريه يلي معهم العيد بيصير له غير نكهه وتاكيدا على كلامي بعد البريك رح نشوف سمعان وماتيل الختياريه يلي تعودتوا تشوفون عم يتخانقوا بكوميكاز الليله رح تشوفون عم بعيدوا سوا عيد العشاء بس كيف وين كومي بريك وبتعرفوا حبيتك وبحبك طيبت للغيم يشرد ورا الغيم وتخلص الطرقات حبيتك وبحبك طيبت للموج يركض ورا الموج في شمس المساء اي شك رومانسي اسمعين مظهرني ليلة عيد العشاء بدك تعشقي يا ماتين لك يا عمي انا ظهرتك لتشوف الشمس حتى ما ياكلك العك اشك مش رومانسي اسمعين الك 65 سنة 66 سنة مش مظهرني بريت البيت ولك خدني شي مطرح حطلي عيني ولنو عبيت الراحة ولنو عشي مقوى أبتخدش مطرح يلا قريبا يمكن اخدك عبيت الراحة الأبدية اسأل الراحة الراحة والبسكوت عند بيت اهلك في كتير يا اشفي منه ناودي بدك تردني عند بيت اهلي سمعين لا يا ضارب عينك عشي وحدة تانية سمعين لك لا متيل اللي عنده متيل بيضرب عينه على غيره اشبك كم متيل يلا ماشي يلا اشو هيدا اللي تحرطق هر شي منك مني انا ولا منك انا هر هيدا البرغي تبع وركك بضل يفلت لا لا
مش البرغي مش البرغي. فانوس فانوس ماتيل. ياي وين 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 وين. أنا شفته أول شيء يا ماتيل أنا بستعمله أول شيء. أنا كمشته بالأول أنا ببلش. أنا شفته أنا ببلش. أنا كمشته بالأول أنا ببلش. أنا شفته أنا ببلش. أنا كمشته بالأول أنا ببلش. ماتيل أنا الرجال بالبيت أنا رب الحي ماتيل أنا شفته أنا ببلش. في مثل بيقول ليديز فيرست يا جاهل. ما يكون في ليدي بالأول لنعمل فرد. طبريني أنا جوزك وبعرفك أنت بس تبلشي طلبات رب ربك أبي خلصكش. إذا ما عم تعملها كيف بدك تعملي مع المارد؟ لا ولو هلأ معقولة أطلب من غريب مثل ما بطلب منك سمعين. وإيش بدك تطلبي منه؟ ها؟ بدي أطلب منه يعمل لي الأشياء يلي أنت مش قادر تعملها. عشو؟ عشو بطل؟ طيب لحق الواحد وبده يطلب يطلب شي محرز. وشو هو هالشي المحرز اللي بدك يا ماتيل؟ انه انت بشو حاسس حالك مقصر؟ ما انا بعرف ايش فكرك انا بعرف ما بتفكري الا من الزنار وبالنازل. انا عارف ايش بدك انا عارف انا عارف. طيب انت سمعين ايش بدك تطلب؟ انا ما كان بدي اطلب لالي كنت بدي اطلب لالك. يي يا حياتي حياتي يا سمعين اشك حنون وانا المفتكرتك اناني ومستلشي ومش فرقاني معك غير حيلك حتى تشوفي انك ظالمتيني وبتفكري فيي بالغلط دايما هيك. طيب هات لنشوف ايش بدك تطلب منه. كنت بدي اطلب منه انه ياخدك. ما دامك هيك الله ياخدك. ولك يا عمي خليني كمل الجملة كمتين. أنا كان بدي ياخدك عآخرة الدنيا ويبرمك ويبرمك كما تيل. ايه ويبرمك 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 كما تيل. ايه وأنت؟ أنا هو ياخدك عآخرة الدنيا وأنا ما بدي شيء من هالدنيا. ويبرمك هيك ويفلتك حتى تشوفي قديش دي انا منيح. انا كمشته انا بدي استعمله قبل. انا اللي كمشته بالاول انا بدي حفظه. انا شفته انا بدي استعمله. انا كمشته انا ببلش. ما تلحقي تشدي فيه هالقد ما تشدي ما تيل هلا دي بينقبع. وين سمعت هالجمله قبل؟ ما تشدي فيها ماتيل بينقبع مش بعيدة عن داينتي. أنا بتذكر وين قايل لك إياها بس مش رح أقول لك إياها هلا. إي ما تقلش، أنا لو بدي أعمل كل شيء قلت لي إياه كانوا بعدهم لهلق بعتوا لي ماتموزيل. أنا رح حفه. طيب لكن ماتيل أنت حفي شوي وأنا بحف شوي. طيب هيك سمعت هالجملة قبل أنت حف شوي وأنا بحف شوي بس مش عم بتذكر وين. أنا كمان بس عم بتذكر أنا يلا بس وين هي تنحف يلا يا مهلك. لا شد إيدك نتفي. شبيكن لبيكن أنا عبدكن بين إيديكن. ليش حس حالي مالك مكتبي ما بعرف ليه. هلا انت تبع الفانوس؟ نعم انا. بس منك شمارد ولا شيش انجا قد النتفه. القصه مش بالكبر مدام. ها سمعتها ماتيل القصه مش بالكبر. ايه بس هو مفعوله كبير. ليك عمي قديش عمرك انت؟ 1386 سنه. يعني مجايله انت وماتيل. ماتيل مين ماتيل الطنط؟ طنط بعينك يا عيبي شو عليك وين اهلك يربوك؟ بلا مربجي بلا مربى يا عيبي شو بتقول له طنط يا بلا مخ. بس ماتيل لايكي ما تزعليها لاني اذا زعل بفل. معك حق اللي عايز الكلب بيعيط له يا سيدي. ليك عمي انا بعرف انه المارد بيطلع من الفانوس ايش كنت عم تعمل هونيك؟ مزبوط بس ما اضطريت فوت على التواليت قبل. ليش ما عندك تواليت بقلب الفانوس؟ بلا بس البنت عم بتنظف ما بدي نقش لها. لك هالمارد المهروق هاي هلا ني انا لقيته بالاول انا بساله بالاول. لا انا كمشته بالاول انا بقى بسال بالاول. ولك انا لقيته بالاول انا بساله بالاول. انا كمشته بالاول انا بطلب. واو واو انا بطلب. واو بلا مشاكل طولوا بالكم بلش. انا بدي تسكتها. بدك بدك مصاري فيه بدك سيارات فيه بدك قصوره فيه بس بدك مني سكت برا بدك سكت برا. طب
طول بالك طول بالك أبداش هالقد. ليك انتو اش عندكن؟ نحن عنا اللي بدك ايه. شو بدك يوجد؟ بدي تصغرني 65 سنة. انا لا بصغر ولا بكبر، لا بقصر ولا بطول. لا بتصغر ولا بتكبر، لا بتقصر ولا بتطول. لا ايش بدي فيك تطرش للبيت؟ طلع مثل قلته. هذا صديقي. الو. ايه صديقي وحبيب قلبي. ايه يلا افتح يا سمسم. مع مين كنت عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع صديقي علي بابا، ناسي الباسورد تبع المغارة. مهروق العادي. انه قلت لي لا بتكبر ولا بتصغر. مزبوط. ماتيل؟ ايه؟ شو هو اللي بدك تكبري يا ماتيل؟ لك لا مش إلي مش إلي إلك. يلا أنا مثل ما أنا عجبني كل حالي. عجبك كل شيء؟ إيه شو لك إيه؟ أبدك شيء؟ لا ما بدك قصر؟ البيت كبير وبيساع الدنيا كلها، إيش بدي بقى؟ عنا بيت بجنن. ما بدك تياب؟ لا عندي فستانين، واحد سبور شيك وواحد رسمي بزيادة. أنت بتحب السبور؟ كتير. والشيك؟ كمان. بدك لأني خارجو؟ معلوم. ما بدك سيارة، سيارة جديدة؟ لا بدي سيارة، أنا بروح وبجي بالتاكسي خيي، بلا عشقت هالساير وزبابير وتعاطوا وامزحوا لي وقرب ورجع بالتاكسي وخلصنا. ما بدك مصاري؟ لا الله يخلي لي سمعين، مش معوزني شي. لكن شو بدكم في جبتوني على الدنيا؟ لك عمي خد هالفانوس وشوف اعطيه لحدا عايزه. يلا فك. لك حبيبي نحن فانوسنا بعده بضوي، صحيح صاروا زيتاتو على اخر بس بعده بضوي. يا حبيبي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. تحية من القلب من أصحاب البرنامج نبيل عساف وجسكار لحود، لأهلهم ولكل كبارنا، ومنقول لهم وقتها أنتوا كنتوا شباب وطايشين بالحب كنا نحن بعد ما خلقنا، والدنيا دولاب، اليوم نكون شباب وبكرة منصير ختيارية، مش مهم عدد السنين يلي منعيشها، الأهم هي اللحظات الحلوة يلي منفرح فيها وهي يلي بتبقى معنا لحتى يخلص المشوار. بهالحلقة الخاصة بعيد العشاء عنا منافسة بستاند اب كوميدي بين الصديقين اللدودين توني كيروز وجهاد اسطنبولي، وفي عنا كمان أغنية كوميدية جديدة انطرونا، وفيكم بهالوقت تفوتوا على صفحتنا على فيسبوك وتكتبوا أحلى وأهضم معايدة بتحبوا تقولوها، ويلي بيقلنا الأهضم رح نقريها بحلقة لاحقة. كومي بريك وراجعين. وصلنا هلأ لفكرة كومي ستاند، وخلينا نشوف الكوميكاز توني كيروز شو محضرنا. توني كيروز مسرح لألك. يلا مساء الخير مساء الخير مساء الخير. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير دسم، هو موضوع العرس اللبناني. العرس بلبنان دقاء أزد. أول شيء أسأل شيء ببلش العرس، أنه وقت يوصل لك الكارت على البيت قبل تتشرف مثلاً عائلة آل كيروز بيحطوا لك نوماً هنيئاً لأطفالكم. وكل عرس بروح عليه بلاقي أكثر من 27 ألف ولد بقلب العرس. بالكنيسة بالكنيسة كله عم بيبكي، كل العالم عم تبكي هلأ، كلهم عم بيبكوا كرمال سبب معين، وأصحابه للعريس عم بيبكوا. حرام مات اتجوز بعده شاب، بعده شاب بتجوز زلمة راح عليه. هلا في عندكم قوانين بقلب العرس اللبناني، إذا العروس دافعة بتلاقوا خمس أشخاص وأنت كعريس، بس إذا العريس دافع ولك في كيوسك بظهور الشوار، في واحد بيلك بظهور الشوار الكيوسك بتلاقيه موجود كله بيجي، ناس ما بتعرفهم شايفهم يمكن مرة على الفيسبوك تلاقيهم موجودين بالعرس. أجمل شيء وقت المطعم تفوت على المطعم بيقولوا لكم كلمة واحدة وبيغلطوا فيها، إنه تفضلوا على البوفيه. عطول عطول بكل عرس في عندكم وحده هي اللي بتركض اول وحده، تكون حاطه كاسك ويلا
اي مايكل شوماخر ما بيلحقها مايكل شوماخر اف 16 ونازله. كنا مره بعرس، بتعرفوا شو هو الحيوان اللي بياكل فوق شبعته؟ رفيقي وقت اخذته معي على العرس. فلتين فلت كانه ما كل شيء ببلش كتر منه، هذا معتقده بالحياه. في مره كانت معنا على الطاوله، بتعرفوا انتم بالعرس بيقعدوا عالم ما بيعرفوا بعض على زيت الطاوله، والويتريه اللي كانوا انه ما كان شكلهم كانوا مبينين نازين من الجرد، انه كانوا مين بدهم يشتغلوا هيك، وهي كتير سوفيستيكي يعني، كان في اثنين كونترير ضد بعض بشكل مش طبيعي يعني. اما اجت المره هي ترو ستوري صارت، قالت له المسيو، قالت له سوري في دبليو سي، قال اعطيني خمس دقائق بيكون عندك. وبتوصل اهم بارت بالعرس اللي هو بارت شو؟ بارت الرقص. كنا قاعدين بسلام داخلي، بتسمع هيك غنيه فجاه، ما بعرف الفنانه شو عم تحذرنا من وراها، بس الغنيه بتقول اسمعوا مزبوط. عيونه بتبكي لون اخضر على ازرق مايل عسلي. لون الاخضر على ازرق مايل عسلي، شو عم تظهر؟ شو عم تظهري مع حربايه انت بيتغير لون؟ لون الاخضر على أزرق. والبارتي الأهم أهل العريس بالرقص، يا عيني يتمجد اسم الخالق. البي بيكون بتحسه طلع له قرق، البي قد منه دافع مصاري صراحة، وعنده با وحدة بيعمله. أم العريس، أم العريس بتكون سيف البرزة فول ميك أب، عطول عم تضحك بتحسوه عمار حوري ما بعرف ليه هيك هيك هيك، وعندها كمان باو واحد. يلا لشبين، لشبين بيعقد، لشبين بتحسوه زلمة كتير مسقف معلم خريج السوربان، وعطول نقطة ضعفه غنية واحدة. C'est la danse des canards qui en sortant de la marse secoue le bas des reins. وبتوصل لأهم بارت بقلب العرس اللي هو الشبينة. الشبينة أكيد مبرطلطة لأختها إنه بليز البوكي لإلي، البوكي لإلي، الميات بتزتيهن عجنات ونفلين بس البوكي لإلي. زدت على اليمين. ايوه بجراك بس كرمال تبين ان هي اجمل من اختها. انا بعدني عازفه. هلا الشبينه في عندها كاركترستيك، قبل 12 بتكون شيء وبعد 12 بتصير شيء. قبل الساعه 12 بتحسوها كثير مسقفه، ما بترقص الا على شيء اسبانيول ايطالي. لاشاتمي كانتاري كون لا كيتارا ايمانو. بس بعد الساعه 12 يا هيك هيك هيك. وعندهم شغله بيعملوها هيدي الهيك، هيدي بتحسوا في حراره عم يطلع من وين الشبينه. خلاص الموضوع انه يعني اذا بدكم جربوا قد ما فيكم ما تتجوزوا، لانه رح تاكلوا نقد، نقد اللي سمعته باخر عرس. زلمة دافع 300 دولار على الشخص، 300 دولار على الشخص، بتلاقوا مرة بالزاوية، معقول هيدا درس العقل تبع الشاف كيف مسوس؟ يلا معقول؟ كل عرفوا انتم بخير. قبل ما ننتقل لتاني ستاند اب بدي اشكر بنهاية هالحلقة كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا، فادي شربل، اكوانات عقيقي، ريمو صليبا، دوني الحلو، توني كيروز، وجهاد اسطنبولي، يلي رح نختم حلقتنا معه مع أغنية والستاند اب. لاري 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 بسوار بس هيك بدي سالو 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 الحص. بس هيك بدي جرب أعطيكم ديفينيسيون صغيرة شو هو الستاند اب كوميدي.
بيسألونا شو هو الستاند اب كوميدي، هو عبارة عن شو يعني ديفينيسيون؟ الأدب ستاند اب ديفينيسيون ديفينيسيون اوكي، هو عبارة عن فن ترفيهي. فن شو؟ فن ترويه؟ فن ترويه؟ فن ترفيهي، لا كلمة واحدة هيدي فن ترفيهي. اه فن بلاها بلاها بلاها. الستاند اب كوميدي هو فن مثل أي فن تاني، يعني خلينا نقول مثلا كيف تبع الفيولون. الفيولون هذا زلمة بتحسه اكل هيك شيء سحسوح كل الوقت وحامل بايده هيدي مفكرها فانوس بركي وعم بحك حك ناطر المارد لا يطلع وما كان يطلع ماشي. او مثلا خلينا نقول مثل تبعه للترومبات، ترومبات كل الوقت عم ينفخ اصلا كل ما كل اللي بيلعبوا ترومبات معهم فتاء يعني بعكس تعول الناي معهم طرف مزق او ديكي لنقرب أكثر. فن مثل أي فن تاني، خلينا نقول مثلا مثل تبعول كيف تبع الربابة حامل وتر واحد وعم يدق عليك للوقت ومين ما بيطيقه لتبع الربابة تبعول القانون أنه ليه هو وتر واحد أكيد واسطة أنا 72 وتر أنه كمان يعني مثلا. وفي واحد بيبقى على رأس الفرقة ما بعرف هيك شكله مجنون بيبقى وشعره نافش وحطت لي فولار أحمر دايما هيدا بيقولوا له ما بعرف شو حامل ستيك بايده وعم بكش حمام ما بعرف بكش دبان عم بكش وهذا المايسترو ها بس كلهم بمحل والمطرب بمحل تاني حاطط الميكروفون تحت باطه وين حاط الميكروفون تحت باطه وكل الوقت عم بزقف بشيله من تحت باطه بحطه بنيعه كمان ويلا كلنا سوا انه كمان من تحت هلا هو اللي بمحل واللي بيرقصوا بمحل تاني في هيدي اللي بلشت يعني دبكة اول ما بلشت كيف بلشت جايين شبان على البيت قالوا لهم بليز في صرصور هناك فيكم تقتلوه راح قتلوه في قتلوه واللي والخي اللي على الطرف بلش عصب راح قتل الصرصور بالزاويه هيك بلشت الدبكه بس سؤال يا حبيبنا معلش دخلك الباليه كيف بلشت أنا بقول لك كيف بلشت الباليه. أنا بقول لك كيف بلشت الباليه. هي أختهم كانت جاية على البيت وأمها عم تشطف. ما تنقشي لي اعملي معروف فاتي. أيوه. هيك بلش الباليه. بالمحصلة ستاند أب كوميدي هو فن مثل أي فن تاني. في فن على الواقف وفي فن على القاعد. هلا الفن على القاعد بده ساكسيفون وراه صراحة. أيوه. لا انه مين ما كان صار بيغني انه عن جد مين ما كان صار بيغني واحد مثلا من زمان شي 20 سنه عنده غنيه فات ايوه فات طب اذا هو فات ضروري انا تغني لي تعرفني فات واحد يعملها على السكات هذا بمصر غير منه واحد هون مشهور كثير كلنا بنحبه على كل حال بس هداك فات وعم بقول له لو نويت تنسى اللي فات ام كلثوم ضلت فات من يا مش الحال هداك الليلة عيد وبزيحنا الليلة عيد الليلة يا خي أنا اشتركت واتساب بدي غني لأنه صار عندي واتساب فيها شيء بدي غني غنيه للواتساب يلا يلا مش أنت اللي بدك يعني هالشاب الجقل ايه وجقل تقضيها بحور فريا وجبل جود سهرات سكرات تننسى الملل يا عين يا شيخ ويضيع مستقبلي كرمالك انا قضيها بالندق اضغط اكبر الزنود شعري بتطالع عم بمغط صار شكلي عمود عم بسمع امريكي ونانسي والسيارة جبتها فانسي بطلت اقعد بالقهوة عم بسهر بالباب صاير شعر سبايك بمشيت جينزي بالنازل عم قشيت بطلت اصدق عم فشت الكذبة صارت صاب شو بعمل تاتك تسميلي قلت عني منو ستيلي في مرة قلتي هبيلي وهيدا منو شاب مش انت اللي بدك ياني جقل ومهضوم بدك علاقة شورت تايم ما بدك ياها تدوم تركت اهلي سكنت بأوضة وصير عم بربص على الموضة من الالفاظ صار عندي حموضة بلم على وجهي طب جهاد وعم غير اسمي على كتفي عم بوشم نجمة صاير عم بعلق بالكلمة وما بدي انضب
يا حلوة يلا انبسطي ليش تركت واتساب شو بكيف اعطيها تسطيلي نزلت في ساب شو بقى ملتات التسميلي قلت عني منو سطيلي وفي مرة قلتي هبيلي وهيدا منو شاب شو بقى ملتات التسميلي قلت عني منو سطيلي وفي مرة قلتي هبيلي وهيدا منو شاب Thank you everybody.